نتواجد في طريق المدينة. طبعا اللي يجي طريق المدينة في ساعات المساء في محلات معارض زراعية أو مشاتل يلاحظ وجود زبائن بشكل ملفت، فيعرف أنه الحركة تغيرت شوي، صار في زيادة، صار في إقبال. أهالي تبوك صارت وجهتهم المفضلة هالأيام هذه اللي هي المعارض الزراعية والمشاتل لشراء أشجار الزينة وتزيين منزلهم أو شراء شتلات الفواكه وغيرها للمنزل، وهو يعتبر هالأيام هذه متنفس لهم في الحجر المنزلي في ظل جائحة كورونا كمتنفس لهم، وأيضا يضفي جمالية على المنزل. قلنا أنه نذهب لهذه المشاتل ونشوف أصحابها ونرصد الحركة هذه ونسألهم هل تغير هذا الوضع عن أول أو لا. فلو سمحتوا لي زملائي، معي عبد الرحمن السلامة وهو صاحب مشتل ومعرض زراعي. أخوي عبد الرحمن، بالبداية نرحب فيك وقول لك كيف الحركة عندك هالأيام؟ مرحبا فيك أخوي فهد، حياك الله، صباح الخير. لاحظنا هناك حركة بعد فترة الحجر، بعد فك الحظر المنزلي، وهنالك الناس بدأوا يرغبون بتزيين المنازل، وفضل من الله هناك حركة مستمرة إلى الآن. نعم، جميل. يعني ما شاء الله أنك لاحظت الفرق عن أول. اللي يجونك إيش الأنواع اللي يطلبونها وبإيش أنت تنصحهم؟ هناك على حسب رغبة الزبائن، من يريد شتلات الفاكهة، الحمضيات قليلة العناية، والمانجا نفس النظام، من يريد أشجار مثمرة يستفاد منها داخل المنزل هناك الحمضيات بأنواعها، ومن يريد تزيين المنازل هناك أشجار الزينة بأشكالها مثل الياسمين والجوري والسرو والثوية، هذه كلها من الأشياء تزيين المنازل. نعم، جميل. طيب أنا كمبتدئ أحيانا يعني أو شريت قبل شتلات وللأسف ما عاشت، يعني برأيك إيش السبب ويرجع إيش بالضبط؟ يعني هناك عدة أسباب، أولها زيادة الاعتناء بأي شيء، في مثل يقال أي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده، مثل زيادة الري تؤثر على النبتة ما تعطيها فائدة، أنها تأخذ فائدتها والباقي يسبب لها أمراض فيصيب النبات تدهور. وهناك برضو زيادة التسميد، تسميد الزائد يسبب تدهور للنبات. طيب ممكن هذه المشكلات نتجاوزها، لكن ممكن بعض المشاتل عندهم شوية تجاوزات، يعني يتحول الموضوع لتجارة مش لأنه يستفيد الزبون يأخذ شجر مثمر وينبت عنده بشكل طيب. صحيح، للأسف هناك تجارة من العمالة ليس لديها خبرة كافية بالنبات وأصناف النبات وأنواع النبات، تصبح العملية مثل التجارة. أنت تجي أخي فهد تريد مثلا شجرة برتقال، هو ما عنده برتقال يبيع لك أي شجرة ثانية يقول لك هذه برتقال، وهي للأسف غير ذلك، فهو تجارة فقط لا غير. يعني تنصح لازم الواحد يعرف ياخذ فكرة قبل لا يجي يشتري من المشاتل؟ أكيد لازم ياخذ فكرة قبل لا يشتري من المشاتل، ويختار المشتل يكون له سمعته طيبة تكون، ويكون فيه هناك لوحات إرشادية في المشتل نفسه ترشد الشيء هذا كي الواحد يكون عنده خلفية. يعني جميل. طيب أنت إيش تقدم داخل المعرض هذا؟ نقدم جميع الخدمات الزراعية، من تنسيق الحدائق، من إشراف على المزارع، من الأحواض الزراعية، النوافير بأشكالها، جميع ما يخص الزراعة. طيب أخيراً يعني لا يسعنا إلا نشكرك في هاللقاء هذا، ويعطيك ألف عافية وعلى هالحديث عن المعرض الزراعي اللي احنا فيه الآن، ونقول لك شكراً. العفو يا أخوي فهد، وشكراً لك وقناة الإخبارية وللزملاء كلهم كافة، شكراً لكم.
إذن عبد الله وسارة بقي أن نقدم إشارة للمشاهدين إذا حابين يأخذون استشارات من مستشار بيئي، زيارة حساب طارق الحسين على تويتر، هو مستشار بيئي جي ممتاز، في إذا حابين يشترون أشجار أو شيء يقدرون يستشيرونه، وراح يعطيهم نصائح ممتازة ويتغلبون على الأشياء. يعطيه العافية ويعطيك العافية.